حياك الله دكتور معالي الوزير، نتشرف فهما احنا طائف الورد، تشرفنا اليوم بوجودنا طبعا في هذه الاحتفالية الرائعة المتميزة المختلفة. يشرفنا فعلا المشاركة اليوم بمبادرة هامة جدا، انا اعتبرها هامة جدا معك محدثة الوزير حاتم مديرة ادارة نشاط الطالبات. مبادرتنا اليوم باذن الله تعالى هي انطلاقة نحو الطلاقة، وشرفنا تنشيدك. طبعا كلمة بسيطة معالي الدكتور، مبادرة انطلاقة نحو الطلاقة هي مبادرة كانت استشعارا منا لأهمية طبعا إعداد جيل واعي منطلق واثق من نفسه قادر على تمكين بلدنا وتحقيق رؤية 2030 في المحافل المحلية والدولية. من تعليم الطائف، طائفة العنب والرمان والورد، نتشرف والمبادرة موجودة. طبعا المبادرة هذه كان صاحبة المبادرة مديرة إدارة نشاط الطالبات والأستاذة عبير الروقي، تشرفنا فعلا بوجودنا. بس كلمة بسيطة من هي بعد تعليم الطائف.